هنا الجزائر الأبية، هنا الجزائر عاصمة إفريقيا، هنا تتبدد الفوارق وتزول الخلافات، هنا الحديث عن الإنجازات ومرادفاتها والنجاحات. ثلاثة أسابيع شدت إليها الأنظار في بطولة كانت آيلة إلى الزوال، واستصغرت قبل أن تحط بأرض الأحرار، فاستنشقت هواءها لتعود إليها الحياة، لتحمل ثقلا كبيرا على من سيحتضنها من بعد. وبدلا من أن تلعن الظلام، أوقد شمعة تضيء طريقك. هي هكذا الجزائر في تحديها، لم تترك شيئا للمفاجأة، بل هي من فاجأت وجعلت الملامح في حالة الإبهار. فكما سبق وأن فعلت صيفا، أعادت الكرة شتاء لتعيد الدفء للحزن الإفريقي وترفع آمال القارة عاليا بعد تنظيم للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين في مستوى لا ينكره إلا جاحد. فما وفرته الدولة من ملاعب الألسن وعلى اختلافها، وصفتها بكلمة واحدة: عالمية. ولأن الحلم هو مجرد حلم، ولكن الهدف هو حلم له خطة وموعد نهائي لتحقيقه، فالخطة عمدت على تضييق مجال الصدفة، حيث سخرت السلطات موارد مادية وبشرية تضاهي تلك الموجودة في أكبر المحافل الدولية، من فنادق ذات الأربعة وخمسة نجوم، ووسائل نقل للجماهير والوفود، وخطوط جوية على أهبة الاستعداد في المدن الأربعة: عنابة، قسنطينة، العاصمة، ووهران، التي باتت عواصم إفريقية والإعجاب بها على كل لسان، مشيدة بالتنظيم ونجاحه وبروعة الجماهير الجزائرية الاستثنائية والفريدة من نوعها. رسائل الجزائر واضحة: أن سلم المجد ليس مزدحما في القمة، والقوة في الفعل لا القول، والمستقبل عند المحروسة مضمون. فمرحبا مرحبا.